منذ أن رأت ياسمين أعين غالية في صورتها الشخصية حتى وقعت في حبها، وقالت إنها شعرت أن هذه الطفلة تناديها. وبالفعل لبت ياسمين لدى متغلبة على عوائق مجتمعية تقف كثيراً أمام محاولات الكفالة في مصر، خاصة العازبات. مشوار ياسمين مع الأيتام لم يبدأ بغالية، فكانت تتردد على دور رعاية الأيتام منذ صغرها، وقررت كفالة طفلتين تولت مسؤوليتهما حتى أصبحتا بعامهما 20. لتحقق حلمها في النهاية وتحتضن الطفلة غالية في منزلها بعد تخفيف الحكومة المصرية اللوائح حول إمكانية كفالة اليتيم. كل الأطفال يولدون من بطون أمهاتهم، إلا أنت أتيت من قلبي. جملة ينشأ عليها الطفل المكفول من أمه البديلة ليستوعب حقيقة نسبه وواقع حياته. هو فيها يا دنيا؟ واحنا هنمشي نقول لكل الناس ان انت كنت عايشه في دار ايتام ولا ايه؟ انا ما بحبش حد يعرف حاجه عن حياتي الشخصيه. بعدين لو مش خايف على شكلك خايف على شكلي، انا محامي معروف وانت عارفه ده كويس. رغم انتشار الكفالة في مصر في الآونة الأخيرة وتسهيل الكثير من الإجراءات، إلا أن بعض الأسوار لم تفنى بعد، خاصة بعد إقبال الكثير من السيدات العازبات على كفالة أطفال، فتدخل الآنسة مامي في دوامة من الضغوطات والتبريرات لمواجهة دائرة الشك التي تحاوطها، ناهيك عن اعتراض أغلب المتقدمين للزواج منها على وجود الطفل، إيماناً بالمثل الشعبي: يا مربي في غير ولدك يا باني في غير أرضك. ما فيش حد عايزني ولا بيحبني. ليه يا حبيبي بتقول كده؟ ما أنا عايزاك وبحبك. لا، أنتي أخدتيه عشان ما عندكش عيال، لو كان عندك ما كنتيش أخدتيني. بالإضافة إلى المسؤولية الكبيرة التي تضعها الكافلة على عاتقها وحدها، بداية من الماديات إلى الإجابة على أسئلة الطفل عن والده، وهو ما تفضل الكثير من الأمهات البديلات عدم الإجابة عنها حتى يكبر الطفل ويكتشف حقيقتها وحده، وهو ما يفقده لثقته فيها، فيما يفضل البعض الآخر من السيدات إعلام الطفل منذ عمر 3 بحقيقة الأمر وبطريقة تناسب إدراكه. لصباح العربية، ندى حجازي. تعديلات عدة أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر العام الماضي على اللائحة التنفيذية لمنظومة الأسرة البديلة سهلت الكثير فيما يخص الكفالة وليس الاحتضان أو التبني، حيث أصبح هناك عقود كفالة خاصة بالأم الوحيدة أو العازبة التي تخطى عمرها 30 دون زواج، بالإضافة إلى أنه تم الحصول على موافقة الأزهر على منح اسم الأم الأول في خانة الأم في شهادة الميلاد الخاصة بالطفل المكفول واسم الأب الأول أو اسم الأم ولقب الأب. هذه التسهيلات تشمل اشتراط أن يكون أحد الأبوين مصري الجنسية وليس الاثنان معاً كما كان من قبل، بالإضافة لأنه لم يعد يشترط انتظار إتمام سن 25 عاماً للمتزوجين غير المنجبين، وأصبح يسمح لهم بكفالة طفل في سن 21 طالما هناك ما يثبت عدم قدرتهم على الإنجاب. أيضاً خفض قيمة دفتر التوفير الخاص بالطفل، حيث أصبح يمكن وضع 3000 جنيه في الحساب وليس 5000.